احكي معه. مرحبا. الو 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 شريف، كيف حالك؟ شو اخبار؟ شو ليش ما جيت عشاننا؟ يعني شو بدنا نسوي خيي؟ الله بيعوننا. ليش ليش منعوك يعني؟ يعني منعوني ومش اول مرة. انا كنت في اريحة وكنت في بيت لحم، وهي اول مرة بتصير معنا يعني، مش عارف شو بقول لك. ليش طيب؟ في عندك يعني اشي سبب؟ لا فيش ولا اشي، بس مين اللي منعوك؟ مين اللي منعوك؟ السلطة ولا الحكومة الإسرائيلية؟ لا الحكومة الإسرائيلية ما منعتني، السلطة اللي منعتني. السلطة؟ غريبة، إجا عنا تمرجال على رام الله بس ما عملوش معه هيك. أنا عارف، أنا سمعت إنه كان معاه مشاكل كبير، بس أنا يعني قالنا باب العمود. احكي له شغني قام زمار. الو شريف حبيبي، طب شو رايك تيجي عنا على باب العمود؟ احنا بنستقبلك احسن من اللي استقبلوك. شريف احسن استقبال، ومنحطك منحطك عروسنا يا شريف. استنى شوي. طب تعال زورنا على باب العمود بالقدس يا شريف. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله في عن قريب ان شاء الله. نغني معك يا شريف. اعطيني شوي بس اقول له. شريف حبيبي ليش لا؟ كيف حالك؟ بحكي معك امير ابو سنين، جيت عنا براس العمود، تذكرني؟ هلا حبيبي يا ريت. انا كيف حالك؟ طب قول لي كيف انت، ليش ما جيتش على رام الله؟ زي ما ايش بقول لك؟ غنينا سكر يا سكر بسبوسة أبو شلخ. شريف شريف يلا غنينا ونلاقيكم حبيبي، ونلاقيكم حبيبي، بدنا نغنيها معك. يلا شو رأيك نغنيها؟ يلا حبيبي يلا يلا. ونلاقيكم حبيبي سلموني، غني معنا شريف. ونلاقيكم سلموا لي علي، ونلاقيكم حبيبي سلموا لي علي، ضمنوني الأسمراني عم لقيت برقي سواح، وأنا ماشي ليالي سواح سواح. سكر يا سكر بسبوسة حافظها. غنينا اياها يلا، وانت صغير بس غنينا اياها يلا. بس بسبوسة 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 والله شريف. تحيات شريف. يلا بسبوسه شريف. شريف انا بسمع لك انا بسمع لك، عندي فيديو لك وانت صغير لما غنيت بين زريم اني بوسع، غني لنا اياه بتذكرها؟ غني لنا اياها. يلا ما هي هاي اخر غنايه بين زريم اني بوسع. لاي محار أموت جاماني أنا تعزيني إلوكي أنا موجود لي مبشرت لي بحري ابنك زار علي لامون شمرت على الأرض شمور إلوكي
يا زلمة الهيم مش مرضخة يا زلمة الهيم مش مرضخة يا شريف شريف اسمع بدك توعدنا تيجي عنا على القدس على باب العمود بأقرب وقت شريف 25 واحد عرسي تيجي تغني لي بمزحش ماشي بدنا تقدر تعطينا رقمهم شريف نقدر نقدر ناخذ رقمك وانا دائما بسمع لك يا زلمه على الفيس وعندي كمان بالسياره بس ديسكات شريف الدرزي نقدر ناخذ رقمك شريف ماشي نقدرش ناخذ رقمك انا معيش تليفون خي انا بس تليفون الشغل يعني مش كل وقت تليفونك طب ايش في اقرب حفله لك هون في القدس نيجي نتفرج عليها شو حبيبي وايش في لك اقرب حفله نيجي نتفرج عليها وبعدين كنت ببيت لحم عن جد كنت روعة كانت الحفلة لما كنت ببيت لحم حبيبي يا شريف مع السلامة الله معك عشان تعرف انك انت زمار اخيك يضل بعلام شان اخنا مهم فيه مطو حبيبي يا شريف غنينا لا يتساريك الدرش خدشان اسمع مسؤولين له لما